قبل ما تشوف الفيديو متنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وتشترك معانا في المراجعة النهائية. أيوة زي ما سمعتني كده، المراجعة النهائية بنقدم دفعة 2023. في المراجعة أكتر من 50 محاضرة بنشرح وبنراجع فيها المنهج كله حرفيا، مش بنسيب أي معلومة. لو مستواك كويس أو متوسط أو حتى ضعيف، المراجعة هتكون مناسبة جدا ليك وبسعر مخفض جدا لفترة محدودة، مناسب لكل الطلاب. بذلنا فيها مجهود جبار مش هيخليك محتاج أي حاجة في المادة. لو عايز تفاصيل أكتر كلمنا على واتساب وهنساعدك توصل للتفوق في اللغة العربية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الغير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة شباب، النهاردة بنات، نحل مع بعض الكتاب المنتظر، طبعا كتاب الامتحان مراجعة نهائية ثانوية عامة. وطبعا السؤال اللي هيتسأل يا مستر هتكمله كله؟ بقول لكم الاول ايوه هنكمله كله باذن الله، كله يا جماعه فتره قياسيه هنحله كله على القناه. ما تنساش تتابع الفيديوهات بتاعته، هنتابعها كلها وهنحله طبعا كله. اي حاجه فاتتك في المنهج هتلاقي برده شرحها موجود على القناه. برده هسيب لكم في اللينك بتاع الوصف يا جماعه الفيديو القناه بتاعت زميلي مصطفى عزت، بيحل برده كتاب الامتحان مراجعه نهائيه بس علم نفس، يعني علم النفس، عشان برضو تتابعوا يا جماعه ايه بقيه المواد. وباذن الله انا هحاول ارشح لكم الايام الجايه مدرسين كويسين تتابعوهم. تابعوا معانا يا جماعه وادعمونا، وتنساش توصل الفيديو لكل اصحابك عشان نقدر نكمل المحتوى الهادف مجانا لكل الطلاب. نصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال الشاعر: من حسد الناس على مالهم تحمل الهم باعبائه. جمله تحمل الهم في البيت في محل ايه؟ ركز معايا ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه من حسد الناس، طبعا حسد فعل ماضي يمنع الفتح، حسد ايه؟ هو يحسد الناس، فالناس مفعول به منصوب، على حرف جر ومالهم اسم مجرور. طيب من حسد الناس على مالهم، طبعا لو بصينا على من دي اداه ايه؟ اداه شرط، من يذاكر ينجح. يبقى هنا من حسد الناس على مالهم، ايه النتيجه بقى؟ تحمل الهم باعبائه. يبقى تحمل دي عباره عن ايه؟ عباره عن جواب الشرط. ولو بصينا هنا يا جماعه هنلاقي جواب الشرط غير مقترن بالفاء، فعندنا جمله جواب الشرط لاداه جازمه غير مقترن بالفاء، يبقى طبعا ده اسمه ايه يا جماعه؟ دي جمله لا محل لها من الاعراب. ليه يا جماعه؟ احنا اتفقنا قبل كده ان عندنا لو اسلوب شرط وعندنا الجمله بتاعته او جواب الشرط يعني غير مقترنه بالفاء، يبقى طبعا لا محل لها، لا محل لها من الاعراب. ما تنساش ترجع للفيديو برده اللي شرحنا فيه الجمل التي لا محل والجمل التي ليس لها محل من الاعراب، شرحناه على اليوتيوب جميل جدا. ما تنساش تتابع معانا شرح ايه؟ شرح النحو وشرح بقيه المنهج. تساند الحكومه الفئات الاولى بالرعايه خصوصا ذوي الهمم والاحتياجات ايه؟ والاحتياجات الخاصه. اعراب كلمه ذوي اللي وردت في العباره السابقه قاعده واكتبها عندك، بعد خصوصا الكلمه المنصوبه بعد خصوصا بتكون ايه يا جماعه؟ بتكون مفعول به منصوب. فالاجابه الصح مفعول به طبعا منصوب، النصب الياء دي الياء. عندنا طبعا يا جماعه ذو ده الجمع، ذوي ده برضو جمع، بس الفكره ان ذو لو مرفوعه، ذوي لو مجروره او منصوبه. في المثل السائر اياك وما يعتذر منه، او ما يعتذر منه سوري، اياك وما يعتذر منه. المحل الاعرابي الماء اتفقنا قبل كده يا جماعه شرحناها في اسلوب التحذير. لمول اياك وحاجه، يعني اياك والكذب، اياك والجحود، اياك والنفاق، اياك وحاجه. الحاجه دي بيكون اعرابها ايه؟ محل نصب مفعول به. يبقى اياك وما يعتذر منه، يعتذر منه هنا ما يا جماعه تكون ايه؟ تكون في محل نصب مفعول ايه؟ مفعول به. قال الشاعر: لا تعتبن على الزمان فما عند الزمان لعاتب عتبه. اعراب فعل مضارع تعتبن، طبعا لا تاكلن، لا تشربن، تلعبن، طبعا نون عليها الشده دي والفعل نفسه مضارع وعليه فتحه، ده اسمه ايه؟ ده اسمه فعل مضارع مبني على الفتحه. طب ليه مبني على الفتحه؟ لاتصاله بنون التوكيد. وارجع للحلقه شرحنا فيها نون التوكيد او الاسلوب المؤكد بالنون، قلنا قبل كده يا جماعه الفعل المضارع على طول بيكون معرب، لكن امتى يكون مبني؟ يكون مبني لما يتصل بنون النسوه او نون التوكيد. طبعا لو نون التوكيد بيكون مبني ايه؟ مبني على الفتح زي ما انت شايف. يبقى طبعا مبني على الفتح. طب ليه قلنا في محل جزم؟ لازم نفهم كل كلمه. في محل جزم عشان عندنا لا الناهيه، ولا الناهيه بتجزم الفعل المضارع، فده يعتبر فعل مضارع مبني على الفتح، لكن هو يعتبر في محل ايه؟ في محل جزم. عند صياغه اسم فعل من فعل اختار في جمله مفيده. ببساطة شديدة عشان نحل السؤال ده يا جماعة، هتعمل ايه؟ هتلاقي كلمات متلخبطة. بكل بساطة عشان تعرف مين فيهم ينفع اسم فاعل، شيل كلمة اختار وحط مكانها الفعل بتاعها المبني للمعلوم. حط الفعل بتاعها المبني للمعلوم. هنشوف دلوقتي بالتفصيل. لما بقول وقت السحر مختار العباد، يعني الوقت اللي هو قبل الفجر ده، ده وقت اختيار العباد. هنا بتكلم عن وقت معين، يبقى ده اسم زمان. مختار هنا عبارة عن اسم زمان. معرض الكتاب مختار الباحثين، هنا بتكلم عن معرض الكتاب، ده عبارة عن مكان. يا برضه ده اسم مكان. كتب الأدبي مختارة من أولئك الباحثين. لو بصينا هنا مختارة
شيلها وحط مكانها الفعل المبني للمجهول، هتلاقوا انا ماشي عادي. يعني اقول لك كتب الادبي تختار من اولئك الباحثين، اه مشيت عادي. ما دام مشيت عادي بدل فعل مبني المجهول، اعرف انها اسم مفعول. حلو قوي، يبقى دال دي عباره عن اسم مفعول. انما جيم الباحث مختار ما يريد من الكتب، شيلها وحط مكانها الفعل المبني للمعلوم، هتقول ايه؟ الباحث يختار ما يريد من الكتب. طبعا يختار اسم فاعل، يبقى الإجابة الصح هتبقى إيه يا جماعة؟ الباحث مختار ما يريد من الكتب، هنا مختار هتبقى اسم فاعل. عرفنا إزاي؟ شيلها وحط مكانها الفعل المبني للمعلومة. أسلوب الاختصاص الصحيح، أعرف إزاي أسلوب الاختصاص؟ رقم واحد، أسلوب الاختصاص يا جماعة بيكون الأول فيه ضمير، ضمير متكلم أو ضمير مخاطب. حلو قوي. رقم اتنين، المختص نفسه، المختص نفسه بيكون منصوب، ده رقم اتنين. رقم تلاتة، ممكن تشيل المختص نفسه عادي من الجملة، يعني لو شلته المعنى مش هيتأثر، فاهمين؟ طيب، لما قال معشر الجنود هنا مفيش ضمير في الاول فمش هينفع. طيب برضو من الشروط المهمه لازم نعرفها جوه اسلوب الاختصاص، ان المختص نفسه لازم يكون معرفه او مضاف لمعرفه، يعني فاهمين؟ يعني هو الفكره ان هو بيبقى معرفه نفسه، ما ينفعش يبقى نكره. لو بصينا هنا عدال انتم رجال امن، هنا رجال نكره وامن نكره، فمش هينفع اصلا. ايها الجنود ده منادى، انت بتنادي يا ايها الجنود، عشان قبلها مفيش ضمير. انما قال بكم مثلا ايها الجنود، كنا ساعتها نقول اسلوب اختصاص. الاجابه الصح يا جماعه تبقى الف، لما قال لكم رجال الامن مكانه في القلوب. فين الضمير هنا؟ ضمير طبعا مخاطب، يعني بيخاطب يقول لكم انتوا يعني رجال الامن مكانه في القلوب. طبعا رجال الامن دي معرفه، لو بصينا كلمه رجال، رجال لوحدها نكره ايوه، لكن الامن معرفه معرف بقال، فرجال اضافت الامن فبقت معرفه بالاضافه. فالاجابه الصح طبعا تبقى الف، لكم رجال الامن مكانه في القلوب. القوات المسلحة والشرطة كليهما ذو قدرة على حماية التخوم والثغور. التغيير الصحيح هو إدخال إن على الجملة، نصلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. نقول القوات طبعا مبتدأ مرفوع، المسلحة نعت مرفوع، والشرطة ده معطوف طبعا مرفوع. مالهم بقى يا جماعة؟ كليهما ذو قدرة على حماية التخوم والثغور، طبعا كليهما هنا بيقول لك إنها غلطة، شيلها بقى وحط إن وريني الجملة هتبقى عاملة إزاي. طيب نركز مع بعض ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هو قال كلاهما أو كليهما ذو، جاب مفرد يا جماعه صح؟ ايوه جاب مفرد، تمام جدا. هنحط ان في الجمله، يبقى اقول ان القوات. ايه ده يا محمد ليه حطيت كسره؟ يعني ليه قلت القوات؟ اقول لكم ليه قلت القوات يا جماعه. ببساطه شديده عندنا جمع مؤنث السالم، لما يتنصب بيتنصب ايه؟ يتنصب بالكسره. طب هنا نصبته ليه؟ ايوه عشان ان، ركز معايا وفوق كده، مش ان بتنصب اسمها، اه ان بتنصب اسمها وترفع خبرها. تمام، يبقى اقول يا جماعه اقول ان القوات، تمام. المسلحه بتوصف القوات، تمام، فقول ان القوات المسلحه. ايه ده ثانيه يا مستر، طب انت ليه قلت المسلحه هنا؟ ليه حاطط فتحه؟ ركز معايا يا ابني بالله عليك، ركز معايا بالله عليك. المسلحه اعربها ايه؟ اعربها نعت، تمام، ونعت بيتبع المنعوت. فزي ما قلنا القوات كانت مالها؟ كانت منصوبه بالكسره، تمام، يعني المسلحه منصوبه برضو، لكن دي كلمه عاديه فتنصب بالفتحه عادي، تمام. يبقى احنا يا جماعه بنقلد اللي قبلنا، النعت بيقلد اللي قبليه في المحل، يبقى منصوب يبقى منصوب زيه، لكن مش في العلامه. يعني مش هو عشان مكسور فانا اتكسر زيه، لا، هو يعني منصوب فانا هتنصب زيه، بس بقى ده منصوب بفتحه انا منصوب بكسره، كل واحد بقى ايه يا جماعه والقواعد بتاعته، تمام. يبقى ان القوات المسلحه والشرطه مالهم بقى يا جماعه؟ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نحط خبر، طيب خبر ان ماله؟ بيكون مرفوع ولا منصوب؟ خبر ان بيكون مرفوع، يبقى اقول كلاهما ولا اقول كليهما؟ اقول كلاهما طبعا مرفوع، عامل رفع الالف لانه ايه؟ مثنى، بيتعامل اعراب يعني المثنى. يبقى كليهما مش هتنفع عشان دي منصوبه، وكليهما برضه مش هتنفع عشان دي منصوبه. هيتبقى كلاهما ذوي قدره او كلاهما ذي ايه؟ ذي قدره. نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام والتسليم، حبيبي يا رسول الله. لو بصينا هنا يا جماعه هو جايب ذو، هو جايب كلمه ايه؟ جايب كلمه ذو، وذو دي مفرده عادي، يبقى انت ما ينفعش تجيب ذوي في الاختيارات. ليه؟ عشان ذوي دي جمع، ذو لما تيجي نصبها بتبقى ذوي، لا مش عايز جمع انا عايز ذو بس. طيب ذو يا جماعه لما نرفعها تبقى ايه؟ ذو لما نرفعها تبقى ذو عادي، لما نصبها تبقى ذا، لما نجرها تبقى ذي، بس كده. فالوحيده اللي اخترتها تبقى ايه؟ كلاهما ذي قدره على حمايه التخوم والثغور، يعني كل واحد فيهم يا جماعه عنده قدره ان هو يحمي البلد، تمام جدا. صلى الله على رسول الله عليه الصلاه والسلام. طبعا يا جماعه نوع من الاسئله انا عارف لو بيلخبط شويه هنحل عليه بالتفصيل، كلاهما بالذات هنحل عليها بالتفصيل. عليه بيقول كفى بهؤلاء الجشعين وزرا ان يتاجروا باقوات الناس. السبب نصب كلمه وزرا انها ايه؟ تمييز ولا حال ولا مفعول به ولا مفعول لاجله؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هي قاعده يا جماعه عندنا، لما اقول كفى بالعلم سلاحا مثلا، كفى بالله حافظا، كفى وبعدها به وبعدها كلمه وبعدها كلمه ثانيه نكره منصوبه، على طول كلمه تمييز. يعني اقول كفى بالمش عارف ايه علما، كفى مش عارف ايه وزرا، كفى بالعلم سلاحا،
سلاحا بقى وزرا وعلما، الكلمه المنصوبه يا جماعه تيجي بعد كفى به دي بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عربها تمييز منصوب. طبعا دي من اشهر اشكال التمييز، والتمييز لوحده هنفرد له حلقه يعني لوحده عشان هو فيه قواعد كتير. كفى بقى جشعين وزرا، طبعا وزرا هتبقى تمييز ايه؟ تمييز منصوب. طبعا مش هينفع حال بيوصف يا فاعل يا مفعول به يا نافعل، وبيكون بيوصف معرفه طبعا دي بعيد خالص. مفيش مفعول به هنا اصلا عشان مفيش فعل متعدي عشان يوصف مفعول به، ومفيش مفعول لاجله. المفعول لاجله يا جماعه بيكون عباره عن مصدر منصوب بيبين سبب الحاجه اللي قبليه، انما هنا طبعا مفيش اي تعليل. يعني اسمع نداء وطنك عند الصيغه من الفعل الوارد بالمقوله السابقه، اسم فعل، عايز اسم فعل، ايه اللي هيحصل؟ صلى الله عليه وسلم. قلنا قبل كده يا جماعه قاعده جميله، يعني عندنا اسم فعل في اسماء افعال قياسيه واسماء افعال سماعيه، وكان شرحناها كلها على اليوتيوب. لو كانت شرح اسم الفعل محمد ماهر تلاقي الفيديو طلع لك، فيديو بسيط جدا وسهل اتمنى تشوفوه. لما اقول لك دلوقتي اسم فعل، عندنا اسماء افعال قياسيه، قياسيه بتاع على وزن واحد بس اللي هو اللي هو فعالي، زي مثلا كلمه احذر عايزها اسم فعل اقول حذاري، هنا برضو كلمه اسمع اقول ايه؟ هقول سماعي. يبقى الفكره يا جماعه انت عايز تصيغ اسم فعل من اي فعل عندك هتقول على وزن فعالي يبقى سماعي. طب ليه يا مستر ما جبناش سماعي اللي فيها ايه؟ اه ركز معايا، سؤال حلو قوي. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، اتفقنا قبل كده يا جماعه ان اسم الفعل لو هكلم جماعه هتكلم مفرد هتكلم مليون واحد بيبقى هو شكله. يعني دلوقتي واحد عايز يصلي فاقول له ايه؟ حي على الصلاه، بكلمه. طب دلوقتي هكلم المسلمين كلهم اقول لهم حيوا على الصلاه مثلا، لا هتبقى حي برده على الصلاه عادي. يبقى اسم فعل مش بيتغير يا جماعه، سواء بقى بعديه مفرد جمع مؤنث مذكر مش ايه مش بيتغير. قال الشاعر: ولرب مزحة ناطق برزت من لفظة وكأنها أفعى. ولرب مزحة ناطق برزت، يعني ممكن واحد بيمزح واحد بينطق، يعني اللفظة دي تبقى كأنها أفعى. اعرب كلمة مزحة أو مزحة. كلمة رب يا جماعة اعراب اللي بعديها ثابت، رب بيجي بعديها مبتدأ مرفوع محلا مجرور ايه؟ مجرور لفظا. فالإجابة الصح مبتدأ مرفوع محلا طبعا مجرور ايه؟ مجرور لفظا. ورب مزحة أو مزحة ناطق، يعني فالإجابة الصحيحة مبتدأ مرفوع، لكن زي ما اتفقنا مرفوع محلا بس هو مجرور إيه؟ مجرور لفظ. ورب ده حرف جر شبيه بالزائد، وارجع لحلقة شرحنا فيها حروف الجر، اكتب على اليوتيوب شرح حروف الجر محمد ماهر تلاقي الفيديو طلع لك. قال الشاعر: حقا لقد سعدت وما شقيت نفس امرئ رضيت بما تعطى. نوع ما في فوق الخط، لما أقول لك حقا لقد سعدت وما شقيت، هي سعدت ما شقيتش، طبعا ما شقيت يعني عمرها ما شقيت، فما هنا بتنفي الفعل بيقول إنها عمرها ما شقيت. يبقى طبعا دي ما ايه؟ ما نافي. اشطب على الشرطيه واشطب على المصدريه واشطب على الزائده، دي برضو ما بتنفي عادي. بعد قال لك ايه؟ وما شقت نفسه امرئ رضيت بما تعطى. اقول لك هو رضي بما يعطى، يعني ايه؟ راضيه بالذي يعطى. هنا ما يا جماعه معنى الذي، لو شلتها حط مكانها الذي تلاقي الجمله مشيت عادي. ما اللي بتشيلها حط مكانها الذي والجمله مشيت عادي اعرف انها ما الموصوله، فطبعا هي نافيه والثانيه موصوله. لعل اصفي انا مسدنا النصح الجميل. الصيغه الصحيحه الوضع بدا مكان لعل. طبعا يا جماعه بدأ من اخوات كاد، كاد واخواتها بترفع اسمها وتنصب ايه؟ تنصب خبرها. يقول بدأ اصفياءنا، يبقى طبعا اصفياء تبقى مرفوعه، حلو قوي. لو بصينا كلمه اصفياء اللي الهمزه فيها متوسطه، همزه متوسطه يعني ايه؟ همزه متوسطه يعني لو مرفوعه نرسمها على الواو بالشكل ده، بدأ اصفياءنا، يبقى نشطب على اصفياءنا دي مش هينفع خالص، ونشطب برده على اصفياءنا دي مش هينفع. يا اما الف يا اما دال، هنختار ايه؟ بدا اصفياؤنا يسدون وبدا اصفياؤنا مسدين. الاجابه الصح هتبقى الف، بدا اصفياؤنا يسدون. ليه الكلام ده؟ قلنا يا جماعه ان كاد واخواتها لازم الخبر بتاعها يكون جمله فعليه فعلها مضارع. فزي ما اتفقنا يا جماعه لازم الخبر بتاع كاد واخواتها يكون جمله فعليه فعلها مضارع، فطبعا يقول يسدون ده فعل، انما مسدين ده اسم مالناش دعوه بيه. ارضى ما يقضي الحكماء الثقات. عند صيغة الجملة السابقة بحيث تكون ما شرطية. طبعا ما شرطية يعني بتجزم الفعل المضارع ببساطة شديدة. فما يقضي الأولانية دي مش تنفع خالص مستحيل. ليه؟ اتفقنا يا جماعة بتجزم الفعل المضارع. كلمة يقضى يقضي آخرها إيه؟ يعني لو مجزوم هي مجزوم بحذف حرف العلة. إيه الحرف اللي موجود ده؟ مش هينفع خالص. ودي برضو إرضى ده فعل أمر مش هينفع خالص. وهنا برضو مفيش جزم فمش هينفع خالص. يبقى مش هيتبقى معانا غير جيم. ما يقضي الحكماء الثقات وفرض به. طبعا يقضي هنا مجزوم حذفنا حرف العلة. ليس ذو العزيمة بالمتكاسل ولا المتخاذل. الصيغة الصحيحة داخل لا النافية للجنس بدلا من ليس. طبعا هنقول اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد. لا أول حاجة نبدأ بلا. طيب لا بتعمل إيه في اسمها؟ بتنصب اسمها زي ما اتفقنا. يبقى طبعا يا جماعة ذو دي مش هينفع، ذو دي مرفوعة. طيب
وزي دي مجرورة مش هينفع، يبقى يا إما ذا يا إما ذا، يبقى لا ذا العزيمة متكاسل أو لا ذا عزيمة متكاسل. نختار أنهي؟ نختار ده وإحنا مغمضين. إيه ده ليه يا مستر بنختار وإحنا مغمضين؟ عشان قلنا قبل كده الخبر لا ينافيه الجنس لازم يكون نكرة، ما ينفعش يبقى معرفة. لو بصينا يا جماعة على ذا العزيمة ده معرف الإضافة، هو عشان عزيمة معرفة بأقل، وازاي هنا بقت معرفه كده، فما ينفعش الكلام ده خالص. نشطب عليها، شخبط كده، شخبط كتير، مش ده مش الشخبطه دي بس قشطه، انا شخبط برضه. فالاجابه صح تبقى دي، تبقى دال ده زي عزيمه متكاسل. هنا بصينا على عزيمه نكره وزي برضه نكره عادي، فانا اسم هنا فير جنس عباره عن ايه؟ عباره عن نكره. قال الشاعر: ان الغني هو القنوع بعينه ما ابعد الطمع الحريص من الغنى. اعراب ما فوق الخط. ان الغني، الغني اسم ان منصوب علامه نصبه الفتحه. طيب ان الغني فين الخبر؟ لو قلت الخبر كلمة هو مش هينفع، قلت إن الغني هو وسكت، أفهم حاجة؟ لا ما فهمتش حاجة. يبقى الخبر هنا عبارة عن هو القنوع. أه يبقى ركز معايا، الخبر هنا عبارة عن جملة اسمية، إن الغني ماله؟ هو القنوع. تمام، يبقى هو القنوع كلها، كلها على بعض عبارة عن إيه يا جماعة؟ كلها على بعض عبارة عن خبر إن. تمام، كلها على بعض عبارة عن خبر إن. إنما هو القنوع لوحدها دي جملة اسمية منفصلة، يعني ليها إعراب لوحده. يعني هو لوحدها إعرابها إيه؟ هو لوحدها إعرابها ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، والقنوع عربه ايه؟ خبر مرفوع علامة رفعه الضمه، بس كده. فالقنوع عربها طبعا خبر المبتدا مرفوع علامة رفعه الضمه. طبعا ما ابعد الطمع، طبعا ده اسلوب تعجب، فبعد افعل يا جماعه اسلوب التعجب الكلمه اللي بعديها بتكون المتعجب منه، وتكون اعرابها مفعول به منصوب. فالاجابه الصح مفعول به منصوب. الجمله التي ورد فيها اسم معرب بعلامه فرعيه. نقول ان في الطبيعه لمجالات. طبعا ان في الطبيعه، في الطبيعه ده خبر ان. تمام، لا مجالات ده اسم ان. طبعا اسم ان بيكون ايه يا جماعه؟ اسم ان بيكون منصوب. يبقى ان في الطبيعه لا مجالات وميادين لا زالت ايه؟ لا زالت بكرا. حلو، فينا مجالات مالها معنى زي ما اتفقنا، مجالات هنا عباره عن اسم ان. تمام، طيب كلمه مجال جمعها مجالات، حلو قوي، ودي عباره عن جمع مؤنث سالم. تمام جدا، وزي ما اتفقنا جمع مؤنث سالم ماله؟ جمع مؤنث سالم بيتنصب بالكسره. ايه ده؟ دي علامه ايه يا جماعه؟ ركز معايا، اي حاجه ترفع بالضمه دي علامه اصليه، تتنصب بالفتحه علامه اصليه، تتجر بالكسره علامه اصليه، تتجزم بالسكون برضو علامه اصليه. انما لو حصل اي شقلبه بقى في حاجه من دول يبقى علامه فرعيه. يعني بقول لك هنا منصوب بالكسره، ايه ده؟ ما ينفعش، المفروض على طول منصوب بالفتحه. فمنصوب بالكسره دي اسمها علامه جديده كده، اللي هو علامه ايه؟ علامه فرعيه. يبقى طبعا دال يا جماعه هي الجمله اللي ورد فيها اسم معرب علامه فرعيه. يبقى لاحظ ان دال يا جماعه هي اللي فيها ايه؟ هي فيها اسم معرب علامه فرعيه. انما الف مثلا لو بصينا الف، ليست المغريات. المغريات اعرابها هي يا جماعه اسم ليس مرفوع علامه رفعه الضمه عادي، مفيش اي حاجه. في عالمنا طبعا ده اسم مجرور مجرور الكسره، المعاصري برضو نعت مجرور بالكسره بالقليل، ده جار مجرور جمله عاديه. للشخصيه المصريه خصائص، خصائص دي ممنوعه من الصرف، كلمه كلمات ممنوعه من الصرف طبعا عشان عباره عن صيغه منتهى الجموع، لكن عربها هنا مبتدا عادي، فمبتدا مرفوع بالضمه، فما فيش اي علامه فرعيه. فالوحيده اللي تنفع تبقى ايه؟ تبقى دال. قال الفرزدق في امراه قالت شعرا: اذا صاحت الدجاجه صياح الديك فلتذبح. سبب نصب كلمه صياح ببساطه شديده، اقول لك صاحت صياح، ده اسمه ايه يا جماعه؟ خدناه من تلت اعدادي تقريبا، المفعول المطلق. زي ما يقول اجتهد الولد اجتهادا، يلعب الولد لعب لعبا، صاحت الدجاجه صياح، ده اسمه صراحة، ده صياح الديك، ده اسمه ايه؟ ده اسمه مفعول المطلق. في المثل العربي بيقول: ان اصبح عند راس الامر احب الي من اصبح عند ذنبه. ذنب اللي هو الديل، يعني حاله اسم التفضيل في المثل. لما ان اصبح عند راس الامر فهنا بيقول ان اصبح عند راس الامر احب الي من اصبح عند ذنبه. الذنب اللي هو الديل حاله اسم التفضيل في المثل. اول حاجه طلع اسم التفضيل اصلا، يعني اسم التفضيل هنلاقيه كلمه احب. ان اصبح عند راس الامر احب الي من اصبح عند ذنبه. طبعا كلمة أحب هنا مجردة من ال مفيهاش ألف ولام، ومجردة من الإضافة برضو، بعديها مفيش مضاف إليه، ده بعديها جملة تانية اللي هي جار ومجرور، ده شبه جملة، دي حاجة تانية خالص. فهنا مش هينفع أقول معرفة بال خالص، ولا مضافة المعرفة، ولا مضافة حتى النكرة، هي مجردة من ال والإضافة. فالإجابة الصح مجرد إيه؟ مجرد من ال والإضافة. صغم الفعل استثمر مصدر ميمي. ببساطة شديدة إزاي بنجيب المصدر ميمي؟ من كلمة غير ثلاثية زي استثمر كده، بطريقة اسم مفعول عادي. يعني هات المضارع يستثمر، ابن المجهول يستثمر، حط ميم بقى هيبقى مستثمر، بس كده. طيب عايزها اسم ميمي او مصدر ميمي، فهقول يا جماعه اقول مستثمرك مثلا في العقارات هو افضل شيء. طب ليه دي تعتبر مصدر ميمي؟ قلنا يا جماعه مصدر ميمي نعرفه بشكل بسيط، نشيله وحط مكانه مصدر صريح، لا جونا مشيت عادي. فهنا مستثمرك في العقارات هو افضل شيء، ممكن اقول استثمارك في العقارات هو افضل شيء، فده اسمه المصدر الميمي.
طبعا اسم مكان يا جماعة، يعني هجيب جملة تدل على اسم مكان. نقول مثلا مصر مستثمر كل ذكي، يعني مصر مكان استثمار كل ذكي. ليه قلنا دي اسم مكان؟ عشان هجبنا قبليها حاجة تدل على المكان اللي هي مصر. يبقى الإجابة الصح تبقى إيه؟ أي حاجة على نفس السياق. يعني طبعا مش دي الإجابة الوحيدة الصح، أنا قصدي يعني ممكن تعمل أي مثال من دماغك يعني، بس أهم حاجة طبعا حاجة تدل على المكان في اسم المكان. والجملة بتاعت المصدر الميمي تتأكد ازاي يشيلها وحط مكانها مصدر صريح. لو جملة مشيت عادي اعرف ساعتها انها مصدر ميمي. اقرأ ثم اجب فايدة الخاطر الجزء الاول لاحمد امين صندوق الكتاكيت. قول كان امس من ايام الشتاء المشهودة، ريح صر، الرياح كانت شديدة، ليل قر، دنيا ساقعة، حتى خسرت اليد، يعني ايديا كده زي اتجلدت كده يعني، وقفقفت الاسنان اللي هو اسنانك قعدت تخبط في بعض، ويبست الاطراف، اطرافك يعني زي برضو جلدت كده اللي هو يعني ايه صوابعك وجعتك. ثم انجلى الليل عن صبح بديع. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ انجلى الليل عن صبح بديع، يعني الصبح جه بعد كده. الصبح ايه؟ الصبح جه بعدها من نقطتين فوق بعض يا جماعه. بيقول سماء صافيه، الدنيا كانت صافيه، شمس مشرقه، غادرت حجرتي الى حديقتي الصغيره متواضعه، فوجدت خادمتي قد سبقت. ايه معنى الكلام ده؟ يعني صحي لقى الخدامه بتاعته سبقته، طبعا ده معناه انها نشيطه يعني هي بتسبقه. فاخرجت صندوق الكتاكيت للشمس لينعم بحرارتها. ودي في ايه يعني؟ خرجت صندوق الكتاكيت في الشمس يا جماعه عشان ايه؟ عشان يدفوا شويه. ايها الكتكوت، هنا بقى هو بيكلم الكتكوت، بيقول فيك كل المعاني الحياه ومشكلاتها ومظاهرها، في كل معاني الحياه ومشكلاتها ومظاهرها. يعني هو بيطبق يا جماعه الحياه بيعكسها على ايه؟ بيعكس على الكتكوت، او بيعكس الكتكوت على الحياه، فاهمين؟ يعني هو كان الكتكوت دلوقتي هو الانسان في الحياه المعاصره بتاعتنا، هو راجل واقعي يعني. بقول فاسمك اولا كتكوت، ولم ادري من اين اتى هذا الاسم، ولا يستعمله الا اهل مصر، بل وضعوا لك اسما اخر هو الفرخ، واخيرا الفروج. هذه الخادمه قد رمت الحب للكتاكيت، يعني الخدامه هي يا جماعه رمت حب الحبوب عشان الكتاكيت. فلا تسالوا عما كان بينها من خصام ونزاع ومباراه وسباق وضرب وطعان. يعني بقول كله بيتخانق، كل كتكوت بيتخانق ان هو ياكل. بعد بقول هل الانسان الا هذا؟ ما احنا زيهم بالظبط، وهل تاريخ حياته الا نزاع وصراع؟ ما احنا كلنا زي كده. وكل الفرق بينك ايها الكتكوت بين انسان انك استعملت في جهادك ونزاعك منقارك الوديع. يعني انت استعملت ايه؟ المنقار بتاعك، وجسمك اللين الغض، جسمك الطري ده. وجاء الانسان الراقي فاستعمل في الحصول على غذائه، استعمل ايه بقى؟ الكذب والخديعة والرياء والنفاق. واستعمل في مدافعة خصومه كل طرق الكيد والدهاء. وقد أعطي الإنسان عقلا أرقى من عقلك لينظم عيشه فأفسده، ولينظم السلم فنظم الحرب، وليعاون أخاه فعاده. يعني احنا عملنا كل حاجة وحشة أيها الصندوق، فيك تنازع البقاء وبقاء الأصلح، فيك استكانة الضعيف وغلبة القوي، الاتنين عكس بعض، فيك الضعيف يكره العراق، وفيك القوي يصول ويجول ويدعو للنزال، فيك الجميل فيك القبيح. استأنست أيها الكتكوت بالإنسان صغيرا، ثم علمتك التجارب، ففررت منه كبيرا، كبرت منه لما كبرت. وكنت مادة صالحة للغذاء، يعني بناكلك، كما كنت مادة صالحة للأدب، زي دلوقتي ما أنت كنت يعني زي ما كنت بشرح عليك الأدب أهو، دلوقتي لما تكبر هاكلك هتبقى فرخة يعني. وأخيرا فيك سر الحياة الغامض، كيف دبت الحياة فيك يوم كنت بيضة، إزاي بقت كنت بيضة وبقيت جنين في الآخر، وكيف تطورت جنينا، وكيف نبض قلبك لأول مرة، وكيف خرجت إلى هذا الوجود، وكيف تموت، ولما خرجت ولما تموت. لو أفصحت لنا عن كل هذه الأسرار لكشفت سر الوجود، ولكنك أعجزت الفلاسفة، محدش يقدر يعرف، إذ كتمت سرك بين جناحيك. فهامت الفلاسفة على وجهها، طبعا هام على وجهه دي كناية عن إيه يا جماعة؟ كناية عن اللي هو بالآخر كده واحد تايه يعني مش قادر يعمل حاجة، وارتبكت في تفكيرها. إذن فيك أيها الصندوق الصغير كل ما في العالم الكبير من معاني الحياة وغوامضها وأسرارها، وفيك كل مظهر الإنسان على تبجحه وغروره، وفيك ما حير العقول قرورا وأجهل الفكرة أجيالا، وهل العالم إلا لغز لو حل جزءه لحل كله. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. زي ما اتفقنا يا جماعة، هو عمل إيه؟ هو كل اللي عمله إن هو قال لك كده بيمثل الحياة بتاعتنا في كل حاجة، حلوها ومرها بالخير والشر بكل شيء. فهو عكس الكتكوت على الحياة، وعكس الحياة على الكتكوت. اختار القاص شخص بيقص القصة يعني الكتاكيت محور حديثه. ليه؟ لأنه يناقش ضرورة العناية بالبيئة. لا هو مش جاي يكلمنا عن العناية بالبيئة هنا خالص، لأن هذا الموضوع يناسب الدهماء من الناس، يعني بيناسب الناس الجهلة، الناس مش فاهمة. لا طبعا ده بالعكس، ده بيناسب الناس العقلة، لانه يعرض موضوعا فلسفيا يبدا من الاصغر وينتهي بالاكبر. برضه مش هينفع، هو مش بيتكلم عن موضوع فلسفي، هو جاب سيره الفلاسفه في النص كده عن سر الوجود، لكن هو مش بيتكلم بطريقه فلسفيه ولا حاجه، ولا هو اصلا بيتكلم عن
حاجه فلسفيه، مش بيتكلم عن موضوع فلسفي، هو بيعكس زي ما اتفقنا راجل واقعي، يعني هو مدرسه واقعيه بيعكس اللي حصل في الحياه من خير وشر وضرب واهانه بين البشر على اللي حصل للكتاكيت. فالاجابه الصحيحه ان هو يحاكي الواقع ومشكله الحياه طبعا ومظاهرها ويخرج منها بالحكمه، في الاخر بيخرج من كل ده بحكمه. يعني مش كاتب بالصندوق في الفقره الاخيره، طبعا يا جماعه الكتاكيت عايشه في صندوق والانسان عايش في الحياه، فطبعا الكتكوت بيرمز ايه؟ بيرمز للحياه اللي احنا فيها او العالم يعني اللي احنا فيه. فالاجابه الصح العالم. استنتج المغزى من الفقره الثالثه. لو بصينا يا جماعه الفقره الثالثه كان بيتكلم عن ايه؟ الفقره الثالثه اصلا يعني فين الفقره الاولى؟ دي الفقره الاولى ودي الفقره الثانيه، دي الفقره الثالثه. كان بيتكلم هنا عن الانسان قد ايه هو شرير لما يستعمل يا جماعه الايه؟ استعمل الكذب والخديعة والرياء والنفاق والكيد والدهاء، الحاجات دي كلها، وعمل الحرب بدل السلام وبوظ الحياة، كل الكلام ده. طبعا هو بيذكر الحاجات السلبية هنا، فالإجابة الصح هتبقى التنبيه. هنا بيقول لنا دال التنبيه على ضرورة الدفاع عن النفس بالعقل والقوة، ما اتكلمش خالص عن الدفاع عن النفس أصلا. إظهار رحمة الكاتب رجال في محبة الكتاكيت، هو مش بيتكلم عن الرحمة خالص، وكان بيتكلم عن فكرة إزاي الإنسان بقى شرير. التأكيد على أهمية التواضع في جلسة الكاتب والخادمة، لأ هو مش متواضع هنا، هو الخدامة شغالة عادي، هو بيتكلم عن الكتاكيت. الإجابة الصح جيم، إبراز غلبة الشر على بعض البشر، إن هم يا جماعة الشر عليهم غالب فصنعوا ما يؤذي، لما شايفين عملوا حاجات مؤذية. بعد بقول التعبير يمثل مجاز المرسل وقيمته الفنية. طبعا لو مش فاهم مجاز المرسل ارجع الحلقة اللي شرحنا فيها الألوان البينية كلها في فيديو واحد، اكتب على اليوتيوب شرح الألوان كلها البينية كلها في فيديو واحد محمد ماهر. لمولة علمتك التجارب، هنا استعارة مكنية، صورنا التجارب كأنها إنسان يعلم، هنا إنسان حذفناه لكن سنة صفة من صفات ليه علمتك، اسم استعارة مكنية. طب جسمك اللين الغض، دي جملة عادية، جسمك لين طري، دفع كناية دي. طب هامة الفلاسفة على وجهها زي ما اتفقنا يا جماعة، هامة على وجهه كده يا جماعة زي كده، قال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط المستقيم. فمكب على وجهه أو هام على وجهه، طبعا هام على وجهه توحي إيه؟ توحي إن هو تايه زي ما اتفقنا، مش عارف يعمل إيه، حيران متخبط، فده كناية عن صفة. إنما يبست الأطراف، معناها يا جماعة معناها إن صوابعك بردت من السقعة. طب هل أنت في السقعة صوابعك بس بتبرد وجسمك بيبقى متدفي يعني؟ لا، كلنا متسقعانين. فإن هو ذكر الأطراف، ذكر الجزء لكن هو أراد الكل، في الاسم مجاز المرسل علاقاته الكلية، ذكر الجزء لكن هو أراد الكل. طبعا يوحي بالقسوة الشداء. بالنظر من مثلا عنوان نص صندوق كتاكيت نجد انه هو عمل يا جماعه هو نص ايه؟ صندوق الكتاكيت، عشان هو قصده يعني ايه؟ العالم اللي الناس عايشه فيه اللي هو الصندوق يعني الكتاكيت عايشه فيه. بيقول لنا غير مولان انه رمز غامض يعجز القارئ معه عن فهم مغزى المقال، لا احنا فهمنا مغزى المقال عادي من العنوان، فمش هنا. غير مولان عقد مقارنه بين الكتكوت الصغير والانسان المكرم، هو هنا ما اهنش الانسان، وإنسان مكرم وكل حاجة بس برضه معملش إهانة يعني، هو عمل مقارنة عادي. ملائم إنه تناول حياة الكتاكيت تاكل وتشرب ومن ثم ترعى وتذبح، لا هو مش جاي يتكلمنا عن دورة حياة الكتاكيت، هو مش أحياء تالتة ثانوي هنا، هو بيكلمنا عن فكرة إن هو إزاي بيعكس العالم الكبير بتاعنا على عالم صغير حصل. فالإجابة صح ملائم، ليه؟ لأن ما في الصندوق الصغير هو كل ما في العالم الكبير معاني الحياة وأثرها. حاول كاتب توصيل فكرته للقراء في هذا العمل الأدبي، حيث اعتمد اسلوب الالقاء الخطاب والتقييم المباشر، مش هينفع اصلا يعني، خدها قاعده مني، مفيش اصلا كاتب يعمل كده. ما هو لو كاتب بيكلمك بطريقه مباشره يبقى فين الادب؟ يعني مثلا ما ينفعش اقول لك ايه ذاكر، ايه ذاكر دي؟ ما هي جمله عاديه فعل امر يعني، ايه ده؟ انما بقول لك مثلا ايه اجتهد حتى تسعى مثلا ناحيه مش عارف ايه، دائما الطيور ما تسعى نحو القمة، ده اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه استعاره، بجيب تشبيه بجيب كنايه كده. فهو كاتب دايما لما يجي يتكلم معانا ما بيكلمناش بطريقه تقريريه مباشره، ما بيقولش 1 2 3 4، ما فيش هي كونستراكشنز كده بيقولها خلاص، لا هو الفكره ان هو بيعلمك، فبيعلمك ازاي بيكلمك بطريقه غير مباشره. ودي اخدناها من سمات القصه حتى عندنا وسمات المقال، ان الكاتب يبتعد ابتعاد كلي تقريبا عن اللغه التقريريه المباشره، فهنشطب عليها. جاب الحقيقه والخيال لاقناع القارئ، ما كانش فيه خيال هنا خالص، كان بيتكلم عن صندوق كده جيت حقيقي. اعتمد على الحوار الداخلي والخارجي بين الشخصيات، ما كانش فيه شخصيات بتتكلم، كان هو بس اللي بيتكلم بيسرد. فالإجابة الصح اعتمد على السرد والرمز، طبعا كان فيه رموز كتير جدا زي الصندوق كان رمز الحياة، كتكوت كان رمز الإنسان. من مقومات القصة القصيرة حاجات في النص، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وضوح عنصر التكثيف والتركيز مع ذوية الشخصيات، اهتمام بالتفاصيل الجزئية، حيوية الحوار والعرض الشيق. طبعا ما كانش فيه هنا حيوية الحوار دي خالص، يعني ما كانش فيه اصلا حوار،
كان الكاتب بيسرد بس مكانش في حد بيتكلم غيره. اهتمام بالتفاصيل الجزئية تدفع الأحداث نحو النهاية، دي أصلا مش من سمات القصة القصيرة، القصة القصيرة بيكون فيها إيجاز. طيب، محدودية الشخصيات وقلة الأحداث، طبعا ده حصل جدا، الأحداث قليلة والشخصيات أصلا مفيش، هي واحدة بس كتكوت والخادمة خلصت. فطبعا ب صح. ألف بيقول وضوح عنصر التكثيف والتركيز والاعتماد على الإيجاز، لو بصينا هنا يا جماعة مش هنلاحظ إن ده حصل قوي، مع إن القصة القصيرة دايما بتعتمد على التكثيف، لكن مش شرط يبقى كل القصة القصيرة عندها تعتمد على التكثيف. ليه الكلام ده؟ لو طلعنا فوق شوية هنلاقي يا جماعة التكثيف ما كانش موجود، الكاتب عنده إطناب كتير. يعني مثلا زي ما شفنا هنا قال لك إيه، الإنسان دايما بينظم العيش عشان يفسده، وينظم السلم عشان الحرب، ويعاون أخوه لكن يعاديه، عمال يأكد على نفس الفكرة. يعني كل الجمل دي تقريبا بنفس المعنى، إن الإنسان بيبوظ كل حاجة، الكذب والخديعة والرياء والنفاق. ما هو الرياء أصلا هو النفاق يعتبر. فلو بصينا يا جماعة هنلاقي إن الكاتب عمال يعمل إطناب أكتر من مرة، وعمال يزود في الكلمات، وعمال يمط كتير جدا. يعني جاب يعني كل فقرة تقريبا فيها مثلا 3 4 5 جمل كلهم بنفس المعنى. فطبعا هنا الكاتب من حيث عنصر التكثيف والإيجاز لأ، ده كان عنده رطانة أو كان عنده إطناب. فطبعا يا جماعة التكثيف ما حصلش هنا بشكل كلي، فنشطب عليه. اللي كان واضح جدا مش غير شخصية واحدة بس أو اتنين يعتبر يعني، والأحداث مفيش. هو اللي طول بس السرد بتاع كده، إنما الأحداث هو الست حطت الكتاكيت في الشمس بس، الموضوع خلص. وصف ينطبق على الخادمة، طبعا محبة الطبيعة دي جابت الكتاب، إن هو في الكتاب مختارين إنها محبة الطبيعة، لكن دي بصراحة غلطة من الكتاب دي يا جماعة. إنها محبة الطبيعة دي جملة أصلا ما تنفعش، هي خدامة، هي بتخدم في البيت. في دلوقتي جابت الكتاكيت وحطيتها في الشمس عشان تتدفى، ده الواجب بتاعها، يعني مالهاش علاقة بحب الطبيعة خالص. يعني حب الطبيعة ما تذكرش، ما قالكش انك تقعد تتأمل سخاء الله ولا بتحب الطبيعة وتمدحها، ما جابش أي حاجة علاقة بحب الطبيعة. طبعا الصبورة دي بعيدة خالص، يعني هي حطت الكتاكيت بس وأكلتهم، يعني مفيش أي حاجة علاقة بالصبر ولا التسرع. لكن طبعا نشيطة متقنة ده كان موجود، عرفناه منين؟ لما قال إنها صحيت وسبقته، ده رقم واحد يدل على النشاط، مش مستنى سيدها يصحى، هي تصحى قبليه. ومتقنة إنها بتحطهم في الشمس عشان عارفة إن الجو ساقعة، وبتأكلهم في الوقت المناسب، ده طبعا كله إتقان للعمل. قال الكاتب كان أمس من أيام الشتاء المشهودة، طبعا الجملة إحنا لسه قاريينها دلوقتي. وقال إبراهيم أصلان في نص الكنيسة نورت، وده نص عندنا يا جماعة في المنهج نحاول نذاكره. إبراهيم أصلان قال زمان كان النهر مكشوفا للعيان أو للعيان، يعني الناس كلها كانت شايفاه. وزمان كان أهالي إمبابة بيقضوا سهراتهم طول شهر رمضان على طول شاطئه الممتد، يغادرون الحواري وهم يحملون الحصر والأواني، بيلعبوا يعني الأولاد يلعبون وهم يتسامرون ويشربون الشاي ويجمعون حوائجهم ساعة السحور. طبعا النص ده خدناه عندنا يا جماعة في المنهج، كان بيتكلم عن ايه؟ كان بيتكلم عن الكنيسة نورت، اللي هو يعني الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين في شهر رمضان وعلى طول في مصر. تمام، بل بالموازنة بين الكاتبين بحيث قدرة كل منهما على استعمال الألفاظ الموحية لتشير إلى مقصوده منذ البداية. حلو أوي السؤال ده، بالبلدي كده قصده يعني، أنت دلوقتي لما قريت الفقرة دي هل أنت من ألفاظ الكاتب فهمت هو عايز يقصد إيه؟ لو بصينا يا جماعة على إبراهيم أصلان إحنا عارفين القصة بتاعته كويس، إحنا مذاكرينها فدي ميزة. لو بصينا هنا هو أصلا كان بيتكلم زي ما اتفقنا عن الوحدة الوطنية، لو قريت التلات سطور دول هتقول أيوه يعني هو بيتكلم إن العيال بتفرح في شهر رمضان، فانت هتتوقع ان هو بيتكلم عن شهر رمضان مثلا ولا حاجه، لكن هو اصلا ما بيتكلمش عن كده، هو بيتكلم عن الوحده الوطنيه بين المسلمين والمسيحيين والكنيسه لما تنور واحنا المدفع بيضرب والكلام ده كله. فانت هنا من البدايه انت اصلا ما فهمتش مقصود الكاتب، الكاتب ما وصلكش المقصود من البدايه، الفكره بس على ايه البدايه نفسها. ولو بصينا هنا يا جماعه لما قال لك الشتاء كان الجو ساقع والدنيا كانت متلجه وكان في صندوق كتاكيت تحطها في الشمس، لو بصيت على الجمله دي تقول ايه ده؟ يعني اللي ممكن تفهمه هنا لحد هنا تقول مثلا الكاتب بيتكلم عن حياته الريفيه، هيتكلم عن موقف حصل له، هيتكلم عن اي حاجه، لكن ما تتوقعش خالص ان هو يتكلم بقى عن الكتاكيت والحياه والواقع والانسان والزيف والصدق والكلام ده كله. فالكاتبين يا جماعه من البدايه عندهم ما عندهمش ايه، هم اختاروا الفاظ جميله وكل حاجه، لكن الالفاظ دي لا توحي في البدايه بمضمون الكاتب او يعني بالمغزى اللي الكاتب عايز يوصله من ايه من البدايه. هي دي الفكره، السؤال ده صعب شويه لكن هحللناه بأسهل طريقة ممكن. فكلا الكاتبين هتستخدم ألفاظ كاشفة عن الفكرة دي تستحدث عن النص؟ لا طبعا، ده بالعكس احنا ما فهمناش هو بيتكلم عن ايه. كلا الكاتبين استعمل ألفاظ ضعيفة غير قادرة على الكشف عما ينوي الحديث عنه، هو ده يا جماعة المقصود. ألفاظ الكاتب جاءت أقوى إيحاء بمشاعر الضعف، هي أبرز ما يميز الكتاكيت، بينما جاءت ألفاظ أصلا عاجزة عن الكشف عن شدة حنينه وذكرياته السعيدة. لا طبعا ما اتكلمش عن كده خالص، وما اتكلمش عن فكره ان جاب كلمه كتكوت عشان يميز الضعف، لا هو ما اصلا ما ذكرش النقطه دي. الفاظ اصلا كانت اقوى ايحاء على اجواء الحب والتصافي، وكان فيها كلمه زمان نستل بيها النص مشاعر الحنين الجارف في تلك الايام،
هو اصلا لو بصينا على مغزى النص هو مش بيتكلم عن الحنين الجارف، هو كان بيتكلم عن الوحده الوطنيه. بينما جت الفاظ الكاتب موحيه لكنها عجزت عن كشف ما يرمي اليه منذ البدايه. لو بصينا يا جماعه هو الكاتبين الفاظهم نفسها كانت موحيه في سياق معين، لكن هي ما تدلش على الكاتب عايز يقوله. هي الفكره يا جماعه لازم نكون مذاكرين، يعني السؤال ده لو حد مش مذاكر نص الكنيسه نورت مش هيعرف يذاكر، مش عارف يحله، عشان مش عارف النص اصلا بيتكلم عن ايه. عشان كده لازم ايه، لازم نذاكر النصوص اللي عندنا في المنهج. كويس انهم جابوا سؤال زي ده في النموذج الاول عشان تلحق تذاكرهم من دلوقتي. طبعا هم بسيطين جدا، يعني النصوص عندنا سهله جدا وبسيطه. قال العقاد: اخي واعذب بها لفظه، يعني بقول يا اخي، وبعدها بيقول واللفظ ده جميل جدا انا بحبه، تذكرني العهد عهد الصفاء، يعني انت بتفكرني بايام الصفاء، ايام كنا اصحاب يعني. بقول اهبت او اهبت بودي ولما يمت فاسمعت حيا بذاك النداء. ايه معنى الكلام ده؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. لما اهبت بودي ولما يمت، يعني يعني الود بتاعي يا جماعه، يعني كانك يعني قطعته، كانك يعني قل مع الوقت جامد، لكن هو ماتش الحمد لله. فاسمعت حيا بذاك النداء، يعني قصده ايه؟ قصده يعني لسه في بقايا من الود بتاعنا، الود بتاعنا ما ماتش. قال لك لما يمت، قال الشاعر: قد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي. فشاهنا قال: فاسمعت حيا بذاك النداء، يعني قصده لسه في امل، لسه في حاجه حيه فيا. بعدها بقول: وان انسى شيئا فاني نسيت يا صاحبي اينا قد اساء. بقول لو انا هنسى حاجه فانا هنسى، هو مين فينا الغلطان؟ طبعا قصده ايه يا جماعه؟ قصده اللي هو يعني بقول لك ايه، ما تيجي نتصالح بقى، سيبك بقى مين غلطان ومين مش غلطان، يعني ما تسيبنا من الكلام ده. بعدها بقول: وهذه القلوب بايدي الزمان يقلب اهواءها كيف شاء. الزمان بيقلب القلوب زي ما يحب، زي ما يحب. فانا يقرب، ساعات بيقرب بين العداة، وانا يفرق شمل الولاء. ساعات بيقرب الاعداء وساعات بيفرق الاحباب. وقد يزهل المرء عن نفسه فكيف يلام على الأصدقاء؟ يعني ساعات الواحد بينسى نفسه، فهل حد يلومه لو نسي الأصدقاء؟ فعد لي كما كنت فيما مضى، فما جدد الحب مثل الجفاء. يعني بيقول الجفاء ساعات بيجدد الحب، فارجع لي بقى زي الأول. فلا كنت إن لم أكن وافيا، ولا عشت إن ضاع في الرجاء. إيه معنى الكلام ده؟ يقول أنا مش عايز أعيش لو أنا ما كنتش وافي، ولا بقول انا مش عايز اعيش لو الرجاء ضاع فيا، اللي هو يعني انت مش بترجوني في حاجه، لو انا بالبلدي برضو انا مش وافي، يعني يعني انا مش عايز اعيش لو انا مش وافي ليك. البيت التاني يدل على ايه؟ لما قال يا جماعه اهبت بودي ولما يموت، يعني الود بتاعنا يعني ضعف لكن هو ماتش، لسه في بقيه. التاكيد عن نسيان الشاعر صديقه، لا ما قالش نسيه، قال اللي هو الحب لسه ما ماتش. ابراز قوه تحمل الشاعر في رأي الاحبه، لا هو لسه ما ماتش، يعني ما فيش فراق، هو بعد شويه لكن لسه في ود. تنبيه أن صديقه ومن قطع حبال الود، هو ما قالش مين قطع مين، هو قال لسه في حب. الإجابة الصح: إظهار أن المحبة وهنت لكنها لا تزال باقية. ماذا بقول العاطفة المصرة على الشاعر في الأبيات والدليل عليها؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الحب الممزوج بالحنين، طبعا هو كان بيحبه وكان بيحن ليه، بيقول له ارجع لي، يعني عايزين نرجع زي الأول، بلاش بقى خصام، ارجع تاني، مش عايزين نتفرق تاني. طبعا ده اسمه حنين. فطبعا ألف صح. السخط وشكوى الزمان، هو مش جاي يشتكي الزمان خالص. الاعجاب الممزوج بالفخر، وما كانش فيه اعجاب خالص، وما كانش فيه اي فخر باي حاجه. الشاعر بيتكلم عن حبه لصاحبه، الامل والتفاؤل، ما كانش فيه خالص ان امل، هو كان بيتكلم عن صاحبه وبيقول عايزين نرجع زي الاول. المغزى من البيت السادس، لو بصينا على البيت السادس، او كان بيقول: وقد يزهل المرء عن نفسه فكيف يلام على الاصدقاء. يقول ساعات الواحد بينسى نفسه، فما تلومنيش يعني لو ايه، لو الواحد نسي اصحابه، يعني سامحني، ما تاخدش على خاطرك يعني قوي. تبرير الهجر ونسيان الصداقه وقاعد بيبرر، لا اللي بيبرر ده لو شخص يعني عايز يخلع من الموضوع، هو مش بيخلع يا جماعه، مش بيبرر حاجه. بين الانشغال بكسر المسؤوليات، بيقول انا انشغلت ايه بالمسؤوليات، هو ما كلمش عن المسؤوليات، هو قالش هو انشغل بايه بالظبط، هو قال ساعات الواحد بيتلهب نفسه، يعني بيتشغل عن نفسه، ما بالك بقى بالصحاب، يعني قصده ايه؟ قصده يعني واحده واحده عليا بالراحه شويه. التنبيه على كثره نسيانه لطول عمره، ما كلمش عن طول عمره ولا صغر سنه. الإجابة الصح: الدعوة للمسامحة والتماس العذر. مبدأ إذا تبقى الشاعر في البيت التالت، أليف البيت التالت: وإن أنسى شيئا فإني نسيت يا صاحبي أينا قد أساء. ولو أنا أنسى حاجة فأنا هنسى أصلا مين فينا الغلطان، يعني خلاص يعني سيبه بقى من الكلام ده، مش مهم مين غلطان، نرجع تاني. ألف يقول لك: إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. ده بنقوله لما واحد مثلا مضايقك فأنت مش عايز ترد عليه، ما تردش عشان تحرقه، يعني دي حاجة تانية خالص. بيقول لك: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه.
لو هتعاتب صاحبك في كل حاجة فانت كده مش هتلاقي حد تصاحبه اصلا. هي بيتكلم عن ان هو ايه، ما تعاتبش صاحبك كتير، يعني ما تقعدش تنقده كتير. ده ما الحب الا للحبيب الاولي، هنا بيتكلم عن الحب لو انت بتحب واحدة يعني، طبعا ده حاجة تانية خالص. الإجابة الصح جيم، نسيانك الجاني المسيء فضيلة. يعني لما تنسى الشخص اللي جنى في حقك، الشخص اللي ظلمك يعني، دي فضيلة. انسى يعني، قصده مش لازم نفتكر مين اللي مذنب، تعال ننسى وخلاص. ادعي على توظيف الشعر الصورة الممتدة. نسيت يا صاحبي أينا قد أساء، دي جملة عادية. بيقول أنا نسيت يا صاحبي مين فينا اللي غلط، دي جملة إيه، جملة عادية. آنا يقرب بين العداد، يعني ساعات بيقرب الأعداء، دي برضو يعني ممكن تنفع استعانة مكنية. صورنا للزمان كأنه إنسان يقرب، لكن مفيش صورة تانية يعني، مفيش حاجة تانية أصلا، فمش هينفع. بعدها بيقول فما جدد الحب مثل الجفاء. ما جدد الحب مثل الوفاء، يعني مفيش حاجة بجدد الحب زي ايه، زي الجفاء. فهنا صورنا ايه يا جماعة، صورنا الحب كأنه شيء مادي يجدد، دي تنفع الصورة لوحدها. وانا قلت الجفاء هو اللي بيجدد يعني، فهي صورنا الجفاء كأنه انسان بيجدد. لكن لو بصينا دي صورة ودي صورة، دي يعني تعتبر صورة يعني مركبة مش ممتدة خالص. الإجابة الصح يا جماعة تبقى ب، أهبت بودي ولما يمت فأسمعت حيا. أهبت بودي فلما يمت، ايه معنى الكلام ده؟ يعني بيقول انت ضيعت الود بتاعي، هنا استعاره مكنيه صورنا الود كانها حاجه ماديه انت بتضيعها، ولما يموت ما ماتش كمان، هنا استعاره مكنيه تانيه صورنا الود كانه انسان يموت. فلو بصيت المشبه واحد انا الود، لكن المشبه بيه متعدد، مره بتصور ان هو بيضيع ومره بتصور ان هو ما بيموتش، عملت كتر من صفات المشبه بيه، ده اسمه صوره ممتده. طبعا نوعها ترشيح، ترشيح بتكتر من صفات المشبه بيه. المحسن البديع في البيت الخامس، لو بصينا على البيت الخامس قال فآنا يقرب بين العداء وآنا يفرق شمل الولاء. ساعات بيقرب الأعداء وساعات يفرق الأولياء، جملتين عكس بعض زي ما انت شايف، ده اسمه مقابلة. حلو، ومتقطعين بنفس الشكل، ده اسمه حسن التقسيم. طبعا نختار ايه، نختار حسن التقسيم. علاقة من شطر البيت الأخير، زي ما اتفقنا يا جماعة البيت الأخير الاتنين بنفس المعنى الشطرين. لما قال بيقول أنا مش عايز أعيش لو أنا ما كنتش وافي، وانا مش عايز اعيش لو الرجاء ضاع فيا. يعني الرجاء ضاع فيا ان هو محدش هيرجوك لو انت مش وافي، انت غدار يعني. فالشطرين بنفس المعنى، فطبعا ده اسمه ايه، ده اسمه التأكيد او التوكيد. لما تلاقي شطرين بنفس المعنى، جملتين بنفس المعنى، ده اسمه التوكيد. يعني الجملة دي بتأكد على الجملة دي يا جماعة، الفكرة ان هو الشطر التاني بيأكد فكرة الشطر الاولاني، فاهمين؟ هنا هو ما جابش الترادف عشان هنتلخبط يعني، عشان الاتنين يعتبروا هنا ساعات بيحلوا محل بعض. الصورة بينية وسر جمالها في قوله بأيدي الزمان، هنا بتكلم عن ايد الزمان، هنا استعلم مكان صورنا الزمان كانه انسان عنده ايد. طب فين الانسان حذفنا؟ لكن سنه صفه من صفاته اليد، فده اسمه استعاره. ايه استعاره؟ مكنيه. طبعا سر جمال التشخيص. مدى تحقق خصائص مدرسه الديوان في النص ايه، في النص السابق. بيقول لم تتحقق حيثان الشعر عاد لشعر المناسبات، هو ده مش شعر المناسبات خالص. عارفين شعر المناسبات يكون فيه مناسبه معينه، عيد الام مثلا، الملك فاروق مش عارف مات كده، في شعر مناسبه. تحققت في الشعر يعبر عن احاسيسه مغلبا الجانب الذهني، هو هنا ما كانش فيه الجانب الذهني يعني، هو ما قالش الفكر ولا العقل ولا الحيجه، ما كلمش عن الحاجات دي خالص، فمش هينفع تغليب الجانب الذهني. لم تتحقق في غنى الشعر بروعه الاسلوب وجلال الصياغه، هو لو الشاعر اعتنى بروعه الاسلوب وجمال الابيات ده لا يتنافى اصلا مع اي مدرسه، يعني ده لا يتنافى خالص مع بقيه المدارس. المدارس الرومانتيكيه عندنا ساعات بيهتموا خالص بالشكل ووحده الوزن والقافيه والكلام ده، وبيقعوا في بعض الاخطاء، لكن ده مش معناه ان سمات المدرسه لم تتحقق. الإجابة الصح يا جماعة تبقى ده اللي تحققت طبعا، ليه؟ عشان ده العقاد، ده من سمات مدرسة أبولو الديوان قصدي عموما، إن هو بيستعمل خصائص المدرسة، وهنا استعمل بعضها فعلا. بيقول فقد الشاعر اعتمد على الرموز واستعمال لغة العصر. طبعا لو بصينا على اللغة هتلاقي اللغة سهلة وكانت بسيطة، فعندنا لغة العصر وعندنا رموز طبعا كانت موجودة كتير في القصيدة. واتفقنا قبل كده إن الرمز ظهر في الديوان أبولو والمهاجر والواقعي، طبعا أكتر مدرسة استخدمته كانت إيه؟ كانت مدرسة الواقعي. بعد 38 قال شفيق معلوف نشط الشوق للإياب ونادى باسم لبنان في الضلوع منادي. يعني بيقول الشوق صحي جوايا وبينادي باسم لبنان، بحن لبنان. طبعا مدرسة المهاجر بيحن لبنان، يعني بنحن للوطن ايه، للوطن بتاعه. يبقى عايزين سمة من سمات مدرسة المهاجر، واحنا مغمضين طبعا الحنين للوطن. قال الرصافي واذا يخاطبك اللئيم فصم سمعك عن خطابه، لما اللئيم يخاطبك ما ايه، ما تسمعوش. وإذا برى لك شاتما لو جاي يشتمك فاربأ بنفسك عن جوابه، ما تجاوبوش. فالروض ليس يضيره ما قد يطنطن من ذبابه، يعني بيقول لك الجنينة أو الحديقة مش بتتضايق لما تلاقي شوية دبان بيطنطن فيها، بيعمل الصوت بتاع الزن ده يعني.
فطبعا الشاهي بيعمل ايه؟ لما تلاقيه مكلمك اوعى تسمع له، لو حد شتمك اوعى ترد عليه، الحديقه دايما مش بتهتم باللي فيها. طبعا دي كلها عباره عن حكمه حكمه حكمه، ده كله عباره عن حكم. فطبق الشاعر خلاصان بس الاحياء والبعث فيه، اول اجابه هي الصح، مال الى كثره الحكم زي ما احنا شايفين، واعتنى بروعه الاسلوب وجلال الصيغ. انما ده بيقول لك تتجلى في ابعاد عمق النضال الوطني، ما كانش فيه هنا اي حاجه لها علاقه بالوطن ولا حريه، اصلا ملوش علاقه بالمدرسه بتاعتنا الاحياء والبعث، ولا الجانب الذهني ده اصلا ملوش علاقه بالاحياء والبحث. قال مطران: جفيتي مهد الذل معتزه، فطاول الدنيا ولا تقصري. يعني بقول انت بعدتي عن الذل، عشان كده طاول الدنيا، خليكي طول الدنيا يعني بطول الشمس، اطلعي فوق كده ولا تقصري، خلي دايما همتك عاليه للمجد للعلياء للحاجات العاليه يعني. عودي الى مجدك محسوده، وفاخري محموده وافخري. ارجعي تاني وخليكي فخوره على كل الناس. طبعا لما يكلم حد يقوله اعلى وخليك فوق وركز على المجد والحاجات العاليه دي، ده اسمه طبعا الطموح والتطلع للمثل الانسانيه، المثل الانسانيه العليا. فطبعا المغالاه في الذهنيه دي مش من سمات الاتجاه الوجداني خالص. الميل للرمز واللغه الحيه ما خدناهاش من سمات مطران خالص، واستعمال اللغه استعمالا جديدا من سمات الناس ابولو مش مطران. فالاجابه الصح هتبقى جيم، التطلع للمثل العليا والمشاركه المجتمعيه. قال محمود حسن اسماعيل: كوني على الشرفة حلم الفجر بين الأنجم، كوني صلاة تسكب النور على كل فم. خليكي صلاة بتدلق النور، تسكب النور. ركز معايا هنا، النور ده حاجة بترى بالعين المجردة يعني هنا حست ايه؟ حست البصر. تمام، هو عبر عنها بحست ايه يا جماعه؟ يسكب اللي هو يدلق حاجة. فهنا كأنه عمل ايه بالبلدي كده؟ فهنا كل اللي عمله يا جماعه ان هو جدد اللغه، زي ما احنا شايفين النور ده حاجه انت بتشوفها، فقول يرى النور، يظلم النور، حاجه بيطفي النور، اي حاجه كده، انما يدلق النور ايه ده؟ هو كان النور كده بقى ايه يا جماعه بالنسبه له؟ بقى كانه كوبايه ميه بيدلقها. فده اسمه ايه يا جماعه؟ زي ما اتفقنا عندهم تراسل الحواس، ده استعمال اللغه استعمال. فاحنا عارفين يا جماعه ان ابولو عندهم استعمال اللغه استعمالا جديدا في دلالات الالفاظ والمجازات والصور. يستعملوا بقى كمان زي العطر القمري، الاريج الناعم، شاطئ الاعراف، فوق العباب، الينبوع، الكلمات الغريبه اللي عندهم دي. فالإجابة الصح استعمال لغة استعبادا جديدا. للعلم لذة ولكنه لا ينال إلا عجزًا من التعب والمشقة. لازم تتعب في العلم، ومن لم يتحمل ذله ساعة تجرع كأس الجهل أبدا. ماشي، تفصيل لا غنى عنها لشرح الفكرة السابقة. لو هتيجي ده الجملة السابقة هتقول إيه؟ إن تعليم الناس وتثقيفهم في حد ذاته ثروة كبيرة نعتز بيها، عشان ده بيبني المستقبل. لا طبعا مش بيتكلم هنا عن بناء المستقبل ولا أصلا تعليم الناس، بيتكلم عن العلم ان هو بيبقى متعب شويه. طيب بيقول يتعب المرء من كل شيء الا العلم، طبعا دي جمله غلط، هو قال لك ان هو بيتعب من العلم عادي. طيب بيقول لك العلم هو الخير والجهل هو الشر، فتعلموا العلم وعلموا للناس وتواضعوا. لا ما كلمناش اصلا عن التواضع ولا كلمنا عن فكره تعليم الناس دي خالص، مالناش طب عليها. يبقى الاجابه الوحيده الصح الف، طالب العلم يخلق من الالم لذه ومن النجاح طريق يمشي عليه. يا جماعه يعني انت هتتألم لكن انت هتعمل من ده طريق تمشي ايه؟ تمشي عليه. ده كله هيفرق معاك، وحتى هو اكد على كده في الفقره الثانيه لما قال لك لو انت ما استحملتش ده هتتبهدل طول حياتك. فده عشان توصل لهدفك لازم ايه؟ لازم تتعب. دي الجمله الوحيده اللي ليها علاقه بالموضوع، الباقي كله بعيد جدا. يعد التدريب المستمر المحرك الرئيسي لبناء الكفاءات وتمكين الموظفين من النجاح في اداء وظائفهم. التدريب يا جماعه هو اساس اي حاجه. بعد كده بقى الفقره الثانيه بيقول لك الاحصاءات والدراسات بتاكد ان التدريب بيساعد الناس على الحاجات دي كلها. فده اسمه يعني يقول لك فكره فوق، وبعدها يقول لك الاحصاءات بتاكد الكلام ده، ده اسمه تاكيد اللي هو دليل عليه يعني. فاللي فوق ده اسمه راي، واللي تحت ده اسمه دليل. ده اسمه يا جماعه الراي، الراي والدليل. جاء فوق حاجه وتحت بيجي لك دليل عليها بالاحصائيات. دفعتك الصدفه لالقاء كلمه الافتتاح في احدى الندوات الخاصه مؤتمر الشباب للرقي والفكر العربي. بالنسبه لاسئله التعبير دي بالظبط هنعمل لها حلقه منفصله، عشان يعني موضوع عايز شرح تفصيلي يعني. هنشرح فيها بقى الفرق بين الاعلان والكلمه والكلمه اللي في الندوه والخطاب والرساله بقى والبرقيه والكلام ده كله. فهناجلها الحلقه منفصله نشرح فيها كل ده بالتفصيل. اقرا ثم اجب. بيقول لك انتقلت للمدرسه الخاصه التي كنت اذهب اليها لابتعد عن البيت الى مدرسه سليمان جاويش الاوليه. راح مدرسه اسمها مدرسه سليمان جاويش الاوليه، وكان على بعض خطوات منها صحه باب الشعريه اللي هي فين يا جماعه؟ هنا بيتكلم عن القاهره. فكنت اسمع احيانا وانا في الفصل صوت بعض النسوه ستات يعني: لاقي جئنا الى الصحه خلف مريض او جريح هنا يولولن. فاكر الستات وهي بتولول عشان يعني داخلين في المستشفى اللي جنبه يعني. فكنت اتذكر ام عباس الندابه، الندابه دي اللي واحده عماله تصوت عشان يعني بيأجروها كده عشان اي حد يموت تقعد تصوت في العزاء. واسرح خلف ذكرياتي ايامها
فكنت لا اسمع مدرس شيئا، واذا ما فطن المدرس الاشرودي، يعني ما كنتش مركز مع المستر خالص، اول ما هو يركز معايا يسالني عما كان يشرح، يقول له وانا كنت بقول ايه، فاقف صامتا كالبغل مش عارف انطق، فانهال عليه ضربا بخيزرانه خشبه يعني في يده، ولا يكف عن ضربي الا عندما يرتفع صوتي بالبكاء، ما يبطلش خالص غير لما صوت. وكان مدرس الدين يحاول ان هو يحفظنا الصور الطوال عن ظهر القلب، وكان يطلب من كل منا ان يسمع ما حفظ، فكنت اعتمد في الحفظ على ايه، على ما اسمع من زملائي في الفصل، يعني كان بيعتمد على يسمع زمايله هما بيسمعوا بس كده. وكانت حافظتي الذاكره بتاعتي يعني تخونني دائما اذا ما نهضت للتسميع، يعني دايما مش عارف اكمل، فكان يطلب مني ان اترك مقعدي واقف عن الحائط، يعني اقف جنب الحيطه يعني، انتظارا لاخواتي الخائبين الذين لم يحفظوا الصور، يعني هو موقف جنب الحيطه كده مع اخواتك الفشله يعني، فاذا ما انتهى من فرز الذين يحفظون انهال عليهم ضربا بالمؤشر اللي في ايده، ماسك يعني زي اداه في ايده كده بيضرب بيها، وقد كسر المؤشر ذات يوم هو يضربني، فطلب مني ان ادفع ثمنه، يعني بكده كسر العصايه على ايدي وادي ادفع ثمنها، تخيل. وحسبت ان مفتاح مشكلتي في اقتناء مصحف، قلت يمكن المشكله ان انا ما عنديش مصحف، فسالته من اين اشتري مصحفا، فقيل لي من الفجاله، وذهبت لاول مره في حياتي الى مكتبه الفجاله واشتريت مصحفا، وانا اكاد اطيل من الفرح، ولكن ما ان فتحته او فتحته حتى غاض سروري، يعني الفرحه راحت ودق قلبي خوفا، فما عرفت كيف اقرا فيها، مش عارف اقرا اصلا، وحاولت ان احفظ الصور المقرره علينا فلم افلح، وعدت الى مدرس الدين ليضربني كل حصه بالمؤشر، لحد دلوقتي بيضربني ومش كده بس، بيضربني بالمؤشر لاشتراه بفلوسي التي حصلت عليها من ابي بدموعي، اتخيل ان هو راح يعيط لابوه وابوه ده الفلوس، الفلوس دي خدها عشان المستر بتاعه يضربه، بيضربه بفلوسه. طبعا الشاعر هنا او الكاتب بياكد على الالم، بيقول بيضربني بالعصايه اللي انا شاريها بدموعي، طبعا اللي هو ايه، كل جمله تاكيد على اللي قبليها، على شده الالم اللي هو فيها. اعتقد الكاتب ان مشكلته في حفظ القران تكمن في ايه، طبعا اعتقد ان مشكلته تكمن في اقتناء المصحف. ارتفع صوت الصبي البكاء عندما يسمع الستات ولول، لا هو بيرتفع لما المدرس يضربه، فالاجابه الصح عندما يضربه المدرس بالخيزران. عجز الصبي عن حفظ الصور المقررة ليه يا جماعة زي ما اتفقنا، عشان هو كان بيعتمد على ما يسمع من زملائه، كان بيسمع زمايله بيسمعوا ازاي وبيقعد يحفظ من السمع بس، مش بيقرأ حتى، حتى لو جاب مصحف معرفش يقرأ. علاقة في قوله ليضربني كل حصة، ركز معايا صلى النبي عليه الصلاة والسلام. لو بصينا يا جماعة الفقرة التالتة هنا، الكاتب كان بيقول وعدت إلى مدرس الدين، لما رجع بقى مدرس الدين ايه النتيجة؟ بقى يضربه في كل حصة بالمؤشر، فهو ما رجعش عشان يضربه يا جماعه، لا هو مش رايح يتضرب وفرحان كده، لا هو لما رجع ايه النتيجه؟ النتيجه يا جماعه ان هو اتضرب، فطبعا ده نتيجه لما قبل، فالاجابه الصح تبقى ايه؟ الاجابه الصح تبقى نتيجه. المغزى من قوله اشتراه بنقود تحصلت عليها من ابي بدموعي، يدل على ايه يا جماعه؟ يخفي المه من قسوه المعلم عندما يضربه بلا سبب، هو ما كانش بيخفي المه، هو كان بيبكي عادي، يظهر سعادته ومفيش سعاده هنا خالص، ده كله الم. يتظاهر بالشجاعة تجنب السخرية، هو ما جابش السيرة دي خالص ولا قال إن هو بيكتم، ده هو قال إن هو بيعيط عادي. الإجابة الصح يبدي حزنه لتضاعف المصائب اللي حلت على دماغه، طبعا مصائب كتير، أخد فلوس من أبوه بدموعه عشان المستر بتاعه يضربه بالعصاية، طبعا مصايب كتير. الحائط يكون عليها الصبي هو واقف مجوار الحائط، طبعا هو واقف جنب الحيطة مستني العقاب بتاعه، هيبقى إيه؟ مطمن المكافأة؟ ما كانش فيه مكافأة هنا. قلقان من زمايله؟ لا هو قلقان من المستر نفسه، عنده أمل في العفو؟ لا وعارف إن هو هيتضرب. الإجابة الصح فزع من العقاب، مرعوب من العقاب. قال طه حسين في كتاب الأيام، طبعا احنا قرينا الكلام ده قبل كده يا جماعة في الجزء الثاني، كان بيكلمنا عن الشيخ من الشيوخ بتوعه، كان بيقول من الحق أن ذلك الطالب الشيخ لم يكن بارعا في العلم، كان بيتكلم عن شيخ جديد لم يأخذ الدرجة لسه، أو كان لسه واخد الدرجة، لا كان لسه ما خدش الدرجة سوري. كان في شيخ جديد عندهم في الأزهر، طبعا لازم نقرا القصة يا جماعة وشرحناها كلها على القناة، لو حد فات الشرح يتفرج. ممكن بيتكلم عن الشيخ وبيقول يعني ان هو لم يكن بارعا في العلم ولا ماهر في التعليم، وان جهله وعجزه كان يظهران حتى لهؤلاء التلاميذ المبتدئين، كان باين قوي ان هو مش عارف حاجه. ومن الحق اخر الامر انه كان سريع الغضب شديد الحده، ولكنه لم يكن يشتم التلاميذ، يعني هو كان غاضب ومتضايق والكلام ده كله، لكن ما كانش بيشتم التلاميذ ولا يضربهم، ولم يكن يجرؤ على شتم التلاميذ وضربهم، فما ينبغي ذلك الا للعالم حقا وصدقا، يعني العالم بس هو اللي يعمل كده يا جماعه، الذي نال الدرجه ونال معها الاذن بشتم التلاميذ، يعني قصده بلدي كده لو بقيت عالم تضرب بقى وتشتم براحتك. طب بيتكلم عن ايه هنا؟ بيتكلم عن الشده اللي تجمع بين الاثنين دول. بيقول لك ما يجمع بين الاستاذ والشيخ، اللي بيجمع بين الاثنين يا جماعه لو بصينا؟
انهم ينتهزين الفرصه اللي معاهم بالتلاميذ بالضرب مش هينفع، ان الشيخ بتاع طه حسين ما كانش بيضرب لسه. تدني المستوى العلمي مستواهم العلمي من حافظ الطلاب الاذكياء الثانويه، وما كلمناش فوق ان الاستاذ كان مستوى العلمي قليل. طيب انه لم يستطيع عقاب التمييز بالضرب والشتم، انه لم يؤهل لذلك. لا، واحد فيهم كان بيضرب والتاني لا. فالاجابه الصح تبقى جيم، ان غضبهما وقسوتهما ترهب التلاميذ. قال طه حسين في كتاب الايام: لم يقبل احد على اهل القريه على الدار ليسلم على الصبي. طبعا الكلام ده كان في الجزء الثاني برضه في اخره، لما كان بيتكلم عن فكره ان طه حسين قعد في القاهره، ولما جت الاجازه بتاعت اخر السنه رجع بقى ومالاش حد جه سلم عليه اصلا ولا اي حد، فحس ان هو قليل، حس ان هو ولا حاجه، اخويا ده الكل في الكل وانا ولا حاجه. بيقول انما كان يلقاه منهم هذا الرجل او ذاك فيلقي عليه في فتون الاعراض، يقول له: ها انت ذا عدت من القاهره وانت جيت؟ ثم يلقي عليه هذا السؤال معنيا به رافعا صوته، يقول: وكيف تركت اخاك الشيخ؟ اخوك عامل ايه؟ كلمني عن اخوك شويه. استنتج شعور الصابع عودة القريه مدلين عليه في خلال الفقره، طبعا ده سؤال مباشر. يقول: طبعا شعر بانه قليل الشان، لا يستحق ان يسعى عنه الناس، يعني شعر بانه ضئيل، شعر بالضئاله، شعر ان هو قليل يعني. طبعا ايه الدليل عليه يا جماعه؟ ان هو طبعا قال لك ايه؟ انما كان يلقاه منهم هذا الرجل او ذاك فيلقي عليه في فتور واعراض. بعد كده بيقول: تعد ظاهره الاحتباس الحراري احدى الظواهر الطبيعيه المهمه التي ساعدت الكائنات الحيه في الاستماع على وجه الارض. ليه؟ بيقول لنا: حيث تعمل على تنظيم التوازن، تنظيم توازن فقد واكتساب الطاقه داخل الغلاف الجوي، تمام؟ من خلال وجود عدد من الغازات الطبيعيه بالغلاف الجوي، رئيس الاكسيد الكربون والميثان واكسيد النيترون. يبقى طبعا دي ليها فايده، حلو. وهي تعمل على حبس جزء كبير من الحراره الناتجه عن امتصاص الكره الارضيه لاشعه الشمس. يبقى الاحتباس الحراري تعريفه ايه؟ ان هو يعني بالبلدي كده بتحبس الحراره، حد اسمه احتباس. بتحبس ايه؟ تحبس الحراره، تمام؟ بعد كده بيقول: وهي عباره عن اشعه مرئيه تمتص بواسطه البحار والمحيطات واليابسه، فتقوم الارض بدورها باصدار اشعه حراريه للغلاف الجوي، ثم تقوم غازات الاحتباس الحراري بحبس اغلب تلك الحراره داخل الغلاف، تمام. بيقول بعد كده ان الارتفاع المتسارع المتوسط درجات الحراره يؤدي لحدوث تغيرات تعجز الكائنات الحيه عن التكيف معها، يعني الزياده بقى هي المضره، خاصه ان النباتات لا تتحرك اماكنها وبالتالي قدرتها على التكيف اقل من بقيه الكائنات. يعني طبعا الكائن الحي ممكن لو حصل له حاجه في البيئه يمشي، انما النبات مش بيتحرك، فدي مصيبه، يعني كده ممكن ينقرض عادي ومحدش ياخد باله. وترجح التقارير العلميه الصادره عن الهيئه الحكوميه الدوليه المعنيه بتغير المناخ ان ما يحدث الان من احترار حراري هو نتيجه اشعه انشطه التنميه البشريه، وذلك لعده اسباب. اول حاجه بقول لك، اولها يقوم الانسان بحرق الوقود الاحفوري من فحم وبنزين ومازوت وغاز وغيرها انتاج الطاقه، حيث يعد حرق الوقود المتسبب الرئيس حاليا لاصدار الانبعاثات. يعني ده اكتر حاجه بتعمل انبعاثات يا جماعه، حرق الوقود، سواء كان هذا استخدام لانتاج الكهرباء او تدوير المحركات الخاصه بالمصانع او وسائل النقل. بعد كده بيقول لنا ثانيهما، يقطع الغابات التي تخزن الكربون. الانسان بيقطع الغابات اللي بتخزن الكربون اصلا، او استخدام الاراضي في انشطه زراعيه او صناعيه للبناء والتوسع في المدن والطرق. كل ده طبعا بيسبب ايه؟ تراكم الانبعاثات الكربونيه كميات كبيره من غازات الاحتباس الحراري يطلق عليها بشريه المنشا، فتراكمت بالغلاف الجوي، يعني الانسان هو اللي عملها، فتراكمت بالغلاف الجوي نظرا لعدم تمكن الانظمه الطبيعيه من امتصاصها. حلو قوي. وده المقصود بمصطلح الاحتباس الحراري، سرعه امتصاص الارض لحراره الشمس. لا، هو لنا الحاجات لما تتحبس، الحراره لما تتحبس، تنظيم وفقد واكتساب الطاقه، ده الفايده بتاعته. عمليه التوازن وتقلب مناخ الارض، طبعا دي بعيده خالص، الاجابه الصح تبقى جيم، حبس الحراره قد امتصاص الارض من اشعه الشمس. اهم العوامل التي تؤدي لوجود ظاهره الاحتباس الحراري ايه يا جماعه؟ اختلاف سرعه الاشعاع الحراري في البحار والمحيطات. لا، دي ملهاش علاقه اصلا بوجود الظاهره نفسها، وجود البحار والمحيطات برضو ملوش علاقه، ولا دوران الارض اللي علاقه يا جماعه. سؤال مباشر، وجود عدد من الغازات بالغلاف الجوي، غازات طبيعيه طبعا لما تيجي تتحبس، كل ما يلي دليل على دور البشر في انتشار ظاهره الاحتباس الحراري. يعني كل ده بيتكلم عن دور البشر، واحده بقى ملهاش علاقه اصلا بدور البشر، قيام الانسان بحرق الوقود طبعا ده دور البشر، التنميه البشريه على البشر ده دور البشر، الانبعاثات الكربونيه ده برضه دور البشر. انما اعتبار ظاهره الاحتباس الحراري احدى الظواهر الطبيعيه المهمه، ده ملوش علاقه اصلا بالبشر. الجانب الايجابي للاحتباس الحراري، طبعا ده سؤال مباشر يا جماعه زي ما اتفقنا عليه، ان هو بيعمل تنظيم وتوازن، العمل على تنظيم وتوازن فقد اكتساب الطاقه. سبب انقراض النبات برضه شرحناها، قلنا النبات ما عندوش تكيف، يعني مش بيعرف، اقل تكيف من الحيوانات، مش بيعرف يتحرك من مكانه، فطبعا الاجابه الصح انها لا تتحرك من اماكنها. سبب خطوره الغازات الطبيعيه في الغلاف الجوي،
انها ايه يا جماعه؟ طبعا هي بتعمل احتباس حراري، فده برضه سؤال مباشر قوي، اللي هو تقوم بحبس الحراره داخل الغلاف. ما يمكن ان يسهم في تفاقم ظاهره الاحتباس الحراري. ايه اللي بيزود الاحتباس الحراري يا جماعه؟ استخدام الارض في انشطه زراعيه او صناعيه؟ لا، لو هنزرع او هنعمل صناعه ده ملوش علاقه بالاحتباس، او احنا بس المشكله ان احنا بنهلك البيئه بتاعتنا وبنرمي المخلفات الهوائيه دي يعني في الجو، فهو ده كله بيعمل المشكله. فاستخدام الاراضي عموما ده ملوش علاقه بضرر، لا ده شيء طبيعي. امتصاص الكره الارضيه لاشعه الشمس ضد البحار والمحيطات ده برضو مش هيعمل تفاقم للاحتباس الحراري، يعني مش هيزود الطين بله، لا. الحفاظ على مساحات الغابات ده برضو مش هيزود الاحتباس، ده هيقلله. الاجابه الصح يا جماعه الاعتماد على الوقود الاحفوري، زي ما اتفقنا لو هنعتمد دايما على الوقود المضر ده فطبعا ده هيزود الاحتباس. اقترح طريقتين من خلال فهمك الموضوع لتخفيف حده الاحتباس. طبعا في مليون وسيله، ممكن اقول الاعتماد على مصادر طاقه نظيفه بدل الوقود الاحفوري، الاهتمام بالتشجير، الاهتمام بالزراعه يعني نكتر التشجير والاشجار عشان طبعا، والغابات، العنايه بالغابات، عدم قطعها، اصدار قوانين تمنع قطع الغابات، كل طبعا دي حاجات او وسائل ممكنه. وكده نكون خلصنا حلقه النهارده، وباذن الله في الحلقات الجايه نكمل بقيه التدريبات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.